مزيان. دونك قبيله درنا يعني بحال قلتي واحد القاعده عامه، دابا غنكمل على الشرح ديالي. وعندنا واحد القاعده كتقول لي ودي بلي الا كان عندي صفر اس ان كيعطيني صفر، ولكن بشرط انه هاد ان هذا يعني هاد الاس هذا خاصو يكون يخالف صفر. يعني شنو بغى يقصد لي؟ يعني مثلا الا عندك خمسة عندك صفر اس جوج راه كيعطيك صفر، ولكن الا عندي صفر اس صفر هاد الكتبة راه لا معنى لها، باش نكونوا واضحين. يعني هذا الشيء اللي بغى يوصل ليا في هذا الشرح. ولكن كاينه واحد القاعده اخرى كتقول لي دائما الا عندي واحد العدد او صفر كيساوي واحد، يكفي انك تهز الاله الحاسبه، خصوصا الناس اللي عندهم الاله الحاسبه العلميه، الا درت خمسة جوج او صفر شحال غادي تعطيني واحد. يعني دائما اي عدد او صفر يساوي واحد، هذه قاعده حاولوا تحتفظوا بها وتعقلوا عليها. دابا غنديروا بعض الامثله. مثلا الى عندي جذر 3 على 2 الكل او الصفر، هذه مباشره كتعطيني واحد، لانه القاعده كتقول لي اي عدد او الصفر كيعطيني واحد. مثلا الى عندي هنا 2018 او الصفر كيعطيني واحد، وهكذا دوالي. ولكن إلا عندي مثلا واحد أس واحد راه كيعطيني العدد نفسه. يعني دائما إلا عندي مثلا خمسة أس واحد راه بحال إلا كيساوي خمسة، لأنه خمسة مضروب في نفسه، يعني خمسة كتعاود مرة واحدة. يعني خمسة أس واحد ماذا تعني؟ خمسة يتكرر مرة واحدة، يعني خمسة أس واحد راه هو خمسة. يعني دائما أي عدد أس واحد كيعطيني نفس العدد. دابا غندير واحد المثال اخر. مثلا عندي 2 على 3 ياك، 2 على 3 الكل اس 3. هذا الشيء اشنو كيعني؟ كيعني بلي هاد 2 على 3 غادي تعاود 3 مرات، يعني غتكون 2 على 3 مضروبه في 2 على 3 مضروبه في 2 على 3. وقلت لكم باللي دائما في الضرب راه كنديروا 2 مضروب، يعني كنجمعوهم في واحد الباص، 2 في 2 على 3 في 3 في 3. يعني شنو غادي تعطيني هذه؟ 2 في 2 4 في 2 هي اش؟ 4 هي 8 على 3 في 3 6، 6 في 3 18. يعني 3 في 3 في 3 يعني خاصني نكون حافظ جدول الضرب، غادي تعطيني 8 على 27. يعني هذا واحد المثال رائع جدا، وهو راه هذا الشيء بسيط، هذه فقط يستوجب القليل من الهدوء. مثلا الى عندي واحد المثال اخر، الى عندي جذر 3 اس 5، هذا شنو غادي تعطيني؟ هي جذر 3 مضروبه في جذر 3 مضروبة في جذر 3 مضروبة في جذر 3 مضروبة في جذر 3. بمعنى اشنو كتعني؟ راه قلتها جذر 3 اس 5، بمعنى جذر 3 سوف يتكرر 5 مرات. وديك الساعات كيبقى لي فقط انني نحسب جذر 3 في جذر 3 غادي تعطيني جذر 3 اس 2 مضروب جذر 3 في جذر 3، يعني كيتعاود جوج المرات، يعني جذر 3 اس 2 مضروب في جذر 3. وعندي واحد القاعده كتقول لي وقلتها لكم في الدرس الفايت، دائما اي عدد اس 2 جذر اس 2 كيمشي للاس 2 مع الجذر وكيبقى لي 3، الجذر مع الاس 2 كيمشي وكيبقى لي 3 في 3 مضروبه في جذر 3. و 3 في 3 شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني 9 جذر 3. يعني هذه هي الطريقه باش كنحسب هذا. مثال اخر، الى عندي مثلا نقولوا مثلا عندي 3 في 3 في 2 في 2 في 2 في 2، هذا شنو غادي تساوي؟ هذه راه بسيطه بزاف. باش نختزل هذه نختصرها على شكل قوى، اشنو كنلاحظ؟ كنلاحظ باللي 3 معاوده جوج المرات، يعني 3 في 3 يعني غتكون 3 اس 2، لانه رقم 3 تكرر مرتين. وغادي نجي لجوج، كنشوف باللي جوج معاود بزاف ديال المرات، شحال من مره؟ وحده
جوج ثلاثة أربعة يعني غندير زائد اثنان أس أربعة وثلاثة أس اثنان هي أش هي تسعود حيث ثلاثة في ثلاثة تسعود زائد جوج أس أربعة جوج جوج في جوج يعني أربعة المرات زائد ستاش كيساوي مية وأربعة وأربعين يعني هذه هي الطريقة الأنسب باش أنني نختصر عليا بزاف ديال أش بزاف ديال العمل وبزاف ديال الخدمة. دابا غندوز لواحد القاعدة قال لك أودي انتبه واحد القاعدة كتقول لي انتبه يعني خاصني نكون أنا رد البال. شوف راه أ زائد ب أس إن راه لا يساوي أ أس إن زائد ب أس إن. إلا مشيتي درتي هذه الطريقة هذه فرقتي الأس اثنان على ب و إن هذه راه كتعتبر خطأ حيت أصلا هذه بوحدها هذه غنطيحوا في الحالة ديال المتطابقة الهامة. وإلا عندك أ ناقص ب أس إن ومشيتي درتي لها أ أس إن ناقص ب أس إن هذه راه خطأ لأنه هذه بوحدها وهذه بوحدها كل واحدة فيهم راه بوحدها باش نكونوا متفقين واضحين تماما. غادي ندوزو دابا لواحد النقطة بغيت نشير ليها. هاد النقطة شنو هي؟ أنه كيكون عندي جوج الحالات. بعض المرات كنقابل اللي كيكون عندي الجمع أ زائد أ زائد أ هذه في نظركم اش غادي تساوي؟ بحال إلا قلتي كاين هنا واحد 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 يعني كيتعاود أ ثلاثة د المرات يعني غندير ثلاثة أ. مثال باش تفهموا مثال مثلا إلا عندي جوج زائد جوج زائد جوج زائد جوج راه هنا ما غاديش ندير جوج أس ربعة خطأ لأنه هذا شنو غادي تكتب؟ كنلاحظ باللي جوج كيتعاود ربعة د المرات واحد جوج ثلاثة أربعة يعني شنو غادي نكتب هنا؟ ساهلة ماهلة غادي نكتب أربعة في جوج أربعة في جوج يعني عدد مرات تكرار رقم اثنين مضروب في العدد نفسه وغادي يعطيني ثمانية. وأصلا إذا جينا نحسبوها جوج زائد جوج هي أربعة زيد جوج زائد جوج هي أربعة يعني أربعة زائد أربعة هي ثمانية يعني هذه هي الطريقة ديك القاعدة كتقول لي كنشوف شحال من خطرة تزاد يعني كاين فيها واحد جوج ثلاثة هذه في الحالة ديال الزائد. ولكن إلا عندي جوج في جوج في جوج هنا ما غاديش ندير هذه اللعبة حيت خطأ هنا غادي ندير جوج أس ثلاثة يعني في الحالة ديال الضرب فاش كندير أس ثلاثة وكندير عملية حسابية كيعطيني 8. دونك هذه بصفة عامة أبرز الحوايج اللي خاصكم تردوا ليها البال.